خس بدنا نعنع بدنا بصل وبدنا بهار وبنا دور المطبخ اللبناني هو المثالي لأنه المناعة بتتشكل من التغذية الجيدة بمواجهة كل الفيروسات اليوم أنا بعمل مفقعات بالبنيان أنا أكل بحب أعملها كتير متغذية بعمل مشدرة مدردرة برغل عبندورة هيدا كنز من البروتينات منكون عم نحافظ على الصحة مش بس على المناعة لازم نطبخ لبناني ناكل لبناني وننبسط لبناني تحقيق مع كلود أبو نادر هندي التنين 10:30 المساء على الـ MTV